اليوم راك في هذا السوق تاع جوهرات كشفت السلاح الاسئله اللي بيعوها الحقيقه للساعه هذه راني نشوف باللي الحاجه راه عاديه ما الانسان ما يقولش حاجه ولا استورك تشوف بعينك وراكم تصوروا انت يا كمواطن باش الناس تاخذ الشهاده تاعك يعني يقدموا ويجوا للسوق هنا الجوار ان شاء الله ويقتنوا الشيء اللي راهم يخصهم السلعه كاينه راني نشوف بعيني باللي كاينه ما شاء الله الله يبارك فيك بارك فيك الله يبارك فيك شكرا شكرا شنو السعر؟ السعر راه معقول 600 دينار معقول الله يحفظكم بارك الله وسعر مداركم